نواصل معكم في الحلقة الأخيرة والتي كانت فيها رحلة في الذاكرة الإريترية مع المناضل عبد الله حسن علي الذي تابعنا معه هذه الرحلة منذ ولادته في 48 مرورا بمرحلته الدراسية والتي توسب فيها من مراحل في مراحل ثلاثة اللي هي كانت المرحلة الابتدائية والمرحلة الوسطى والمرحلة الثانوية، ومن ثم من دوره ضمن قطاع عريض في الحركة الطلابية الإريترية في داخل الوطن. انتقلنا مع المناضل عبد الله إلى رحلة الأشمل اللي هي رحلة الكفاح المسلح في إطار قيادة جبهة تحرير إريتريا وبرنامجي المؤتمر الوطني الأول والثاني الذي لم يأتي إلا عبر نضالات عميقة ومؤتمرات متعددة، كان أهمها مؤتمر على دايب، وإلى أن وصلنا إلى مؤتمر عواتي وانتهينا بمؤتمر أدوبحة إلى أن ظهر المؤتمر الوطني الأول والثاني في 70 و75. هذه الرحلة الأستاذ عبد الله غطى فيها جوانب لن نقول شاملة لكن نقول مفصلية، تخللتها كثير من الحوادث الفرعية قد لا تكون الوقت واللحظة ساعدت في أن يجد فيها نفسه للحديث بشكل أعمق. وأستاذ عبد الله معروف عنه دقته في كتابته، دقته في متابعته للمعلومات، هذه شهادة له ورأيناها عبر كثير من المواقع التي سجل فيها كثير من الكتابات وكان فيها حريصا أن يكتب باللغة العربية واللغة التجرينية بشكل متوازي، ويبدو أنه ده يأتي من طبيعة تنظيمه وتنظيم البرنامج الوطني الديمقراطي الذي تجسد في كتاباته المتعددة. الأستاذ عبد الله سمح لنا بهذا اللقاء وكان مشكورا في ظل ظروف نعلم قساوتها ودقتها، إلى أنه هذا هو تاريخه وتاريخ شعبه، وإحدى الأمناء مع كثير من الأمناء اللي بيحاولوا يكتبوا التاريخ بإنصاف وبدقة وبمهنية عالية. في هذه الجزئية الأخيرة قد نؤكد على أننا التزمنا إلى حد ما أن نذكر الزمان والمكان وما بينهما من حوادث، إنها ليست النهاية ولم تكن هي البداية، هناك سلسلات كثيرة جدا من الكتابات غير والبرامج التي غطت هذه المرحلة، حاولنا فقط عبر تجربته ورؤيته ومنظاره لتجربة الثورة الإريترية وتجربة الإنسان الإريتري والثقافات الإريترية المتعددة والتجاربات نجاحاتها وانكساراتها، لم يكن هو محايدا لأنه يلتزم ببرنامج وطني ديمقراطي عنده رؤية، لكن كان منصفا في أنه يقدم الحقائق كما رآها وكما عاشها وما زال يعيشها، ودي مرحلة أخرى نتمنى أنه يأتي لقاءات أخرى لأن نجد منه الفرصة أن يتحدث معنا أو مع غيرنا باعتبار أنه الساحة لنا ولغيرنا. لكن نحن التزمنا من المرحلة 48 إلى مرحلة 80 وكان مشكورا لنا أن يقدم شهاداته. الآن سأحاول ألخص من خلاله الجزء الأخير بعد تجربة لواء 64 ومرحلة دانكاليا واللي هو في الفصل السابق لهذا الفاصل كان تحدث عن هذه الجزئية باستفاضة، سنترك له مساحة لأن يكمل هذه المرحلة إلى نهاية 80 وكيف تمت تلخيصه لها من وجهة نظري. تفضل أستاذ عبد الله وشاكرين لك صبرك معنا وما تقدمه من هذه الإفادات المتقطعة، نأمل أن تكون في كتاب شامل نجد فيه المساحة الواسعة لقراءة ما لم يكتب في هذه التجربة، لك المجال. أولا طبعا زي ما ذكرنا المرحلة الأخيرة بالذات هي مرحلة كانت مرحلة مليئة بالمرارات، يعني ذات المجابهات اللي حصلت بين الجبهة والتحالف بتاعت الجبهة الشعبية والوياني، ونتيجة كده الجبهة اضطرت الانسحاب، حتى الأراضي السودانية دي يمكن كانت المرحلة الأخيرة اللي اضطرت الجبهة
أن يعني انسحب من تقريبا كل الساحة الإريترية اللي يعني نادلت فيها نضالات مريرة لفترات طويلة جدا. ولكن الشيء اللي داير أقوله أنا، أولا الهدف من ذكر هذا التاريخ ليس للمحاكمة أو إدانة جهة معينة ضد جهة معينة، يعني الهدف الأساسي ماذا يعني؟ والهدف هو إنه نحن لدينا أبينا دي تجربتنا، يعني تجربة الثورة مليئة ببطولات وتضحيات ومرارات، والشعب الإريتري والمناضلين الإريتريين قدموا تضحيات كبيرة جدا، وهناك بطولات، وهناك أيضا بنفس المستوى من خلال تناولنا للتجربة برضو نمر بمرارات صراحة مؤلمة جدا الأخ ضد أخيه، وبسبب خلافات ما عنده صلة مباشرة مع الهدف اللي تنادل من أجله، وما توقيته برضو يعني الخسائر اللي ألحقت ده، هذا بصراحة حاجة مؤسفة جدا. والهدف في النهاية هو إنه الناس ده يكون درس استفيد منه، وده تاريخ بتاعة الجميع، ما بتاعة الجبهة فقط ولا بتاعة الجبهة الشعبية. يعني أنا زي ما قلت ما في حد ينكر إنه النضالات التضحيات اللي قدمها جيش التحرير وحتى الجيش الشعبي الجبهة الشعبية في النهاية عشان يتحقق التحرير، ولكن لأسباب كثيرة نحن لازلنا ما حققنا الشيء اللي دايرين يتحقق من خلال التحرير ده وطرد المستعمر، ولازلنا نحن في مواصلة نضالاتنا من أجل تحقيق تحرير، يعني حرية شعبنا وتأسيس يعني وتأسيس النظام العادل والديمقراطي وإرساء الديمقراطية ونحسم تحول ديمقراطي، بحيث نلقى يعني كل التضحيات دي الناس ضحتها من أجل الحرية والكرامة يعني، وتنقصنا أشياء كثيرة، والوضع الحالي يخلينا نحن نستفيد من تجاربنا دي. ذكرنا السلبيات وإيجابيات، استفادة من كل هذه التجربة بحيث ترشدنا وتكون لنا يعني وتنير لنا الدرب اللي ننادل سواء كان حسا ولا في المستقبل من أجل تحقيق مصلحة شعبنا. وفي الأخير الشيء اللي داير أقوله يعني بصراحة أنا بالدرجة الأولى أشكر الأدال وكل العاملين في الأدال لتوثيق مثل هذه التجارب، وثم أيضا كل الجهات اللي تحاول توثق هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء زي ما قلت ما حاجة تخص فلان وعلان، وما حاجة محاكمة إدانة ده وإدانة ده، مسألة الإدانات والمحاكمات عندها طرق وغيرها، لكن الناس لازم ده تجربتها ده تاريخها، وكيف تستفيد منه وكيف توظفه توظيف صحيح في ما وتحقق مصلحة شعبة ووطنة. أشكر مرة أخرى لأدال بهذه الفرصة، وأمل أنا أكون يعني ذكرتها وسردت الأشياء مهما زي ما في بداية كلامي قلت يعني ما ينجو يعني ما يخلو من النواقص، لكن الواحد يعني تجربة عاشها فلا بد من توثيقها وتوجيهها، وحتى الناس اللي ما لقت فرصة تعرف الأشياء دي عشان تعرف وفي النهاية كيف نحقق مصلحة وطننا وشعبنا. وأشكر أدال مرة أخرى والعاملين فيها جميعا، وشكرا. تتعدد الآراء وتختلف الرؤى
والهدف واحد، وطن عادل، وطن ديمقراطي، وطن شامل لكل التيارات السياسية والقوى السياسية التي حققت انتصارها على العدو الأساسي الإثيوبي واللي حققت الاستغلال الوطني، لكن تظل مساحات الخلاف ومساحات الحوار ومساحات العطاء متعددة، والمدارس كثر في هذا المجال، وهذه مدرسة تعتد بتاريخها وتعتد بتجربتها اللي هي إحدى ملامح هذا الوطن الجميل. هذا الوطن الجميل أستاذ عبد الله حسن لن يتركك سدى، وأنت صاحب تجربتين حكيت لي أنا أحب كنت تكون مسك الختام في هذه التجربة. أولا تجربتك مع جاك كريمر الصحفي الأمريكي، أول صحفي أمريكي يوطأ الوطن الإريتري، وقضية أخرى كنت شرحتها لي لكن ما لقينا الفرصة أن نطرحها اللي هي قضية وانت طالب وأنا طالب وأنا غيور جدا للحركة الطلابية ودورها، ودورها بالتحديد المستنير قضية الديبيت والتجربة بتاعت رفاقك والد أويت وسيوم في اللؤلؤ المكنن. فلو أجزت لنا في دقائق تجربتين، وأنا آسف أنه أحصرك بهذه المسألة، لكن لن أنسى أنك شاعرا وشاعر موهوب بشهادة آخرين تابعوا كتاباتك وتجاربك واللي تغنى بها البعض، وأهمهم كان الفنان أبرار. ثلاثة أسئلة في مراحل في موجز، تفضل أستاذ عبد الله. فعلا في أشياء كثيرة الواحد ربما تكون مفيدة لذكرى موضوع الصحفي الأمريكي جاك كرامر، وطبعا سنة 68 جا السودان وبرنامجه لدخول إريتريا، ولقى إريتريين في بر السودان، يقول أنا ماشي الميناء اتجاه الميناء الإريتري مصوع وكذا، الميناء الإثيوبي وكذا، يقول وجاب إريتريين مصوع ده ما إثيوبيا وكذا، وبدأ يشعر شنو الكلام ده وكذا. آخر جاء كسلة، في كسلة جابهاته نفس الشيء، كسلة بالذات يعني فيها معادلين أكثر اللي خش ويطلعوا طبعا، وكان عنده شوق إنه بدل ما يمشي بطائرات ولا كذا يمشي عبر طرق السفارة، وده يعني يمشي عبر الأرض يعني. ودي لقى منادلين في كسلة اللي كانوا هناك مع القيادة الثورية، ناقشوا معاه في الموضوع ده ذاته في سفره وشنو وفي إريتريا في ثورة، بعد ما عرف ده يعني قرر انه هو ممكن اخش وداير اشوف صحفي وتخرج يا دوبك جديد، ولكن تشوق كده قال داير يقوم بالمقامره دي، قال دخلوني الميدان انا اشوف الثوار ده وغيره، بعد اخش اسمره وكده ممكن امشي بالارض، ووافقوا معه وكلفنا نطلع معه انا وزميلنا منادل كان اسمه برا مكنن، بس ما عارف حي في المانيا، وطلعنا معه الميدان إلى المنطقة الأولى ضمن جيش التحرير بتاع المنطقة الأولى، كانوا موجودين هناك، وهناك طبعا عمل لقاءات مع المنادلين عن هدفهم النضال ودايرين شنو، وبرضو مع الجماهير عمل مقابلات مع جماهير اللي حرقت قراهم ويعني جابهتهم أشياء كثيرة جدا، لأنه كان يسأل شنو الأشياء اللي كيف تعاملوكم الإثيوبيين وليه تساندوا الثوار ده، والمهم مقابلات كان بيعمل كل الأشياء دي والتصوير والحاجات دي سجلها، ونحن دخلناه وديناه اتجاه المنطقة الثانية هي اللي قريبة لأسمرة، وهم خلوه كده ينزل في زلط الماشي لأسمرة وخشى أسمرة بالطريقة دي. بعضه طبعا كتب افتكر كتب عن الموضوع ده، وبعدين يعني صحفي أمريكي، وأمريكا المرة ده ما تأيد قضيتي ولا حاجة، هو بس راح مقامرة هي كانت ذات السفير الأمريكي لما جاء اتخلع، قال له تقول ليش انت مع الشفتة مع الحرامي وشنو
شنو ثوره شنو وين شفته وراه في كده وكده شفته كده شفته كده. عثمان صالح سبي كان سجل. عثمان صالح سبي كان سجل هذه. نعم عثمان صالح سبي كان لقاه بعد ما من أسمرة مشى للخارج افتكر. أيوة. في صومال ولا في أيوة. بلد معين لقاه وعمل معه مقابلة. أيوة. عن زيارته وكان. أيوة. كتب. أيوة. في مجلة بتاعت الثورة بتاعت. أيوة. الثورة. أيوة. بتاعت الجبهة. أيوة. كان كتب يعني. إضافة يعني إضافة بسيطة إنه الآن كل الوثائق دي موجودة ومسجلة وأخذتها مركز هوفر للدراسات وفي باحث إريتري اسمه إيساياس تسفاماريام متابع هذه المرحلة وكان التقى بالأستاذ الصحفي جاك كرامر وكان برضو طلب مني أنه أقدم لك تحية إيساياس تسفاماريام باعتبار بعرفه شخصيا وكان متابع لتجربتك وكان يتمنى أن يلتقي بيك ويمارس نفس التجربة اللي بتاعتي في الحوار. عموما نمشي للسؤال الثاني. نعم أولا أرجو أن تبادلوا برضو تحياتي وشكروا وبارك الله فيك. السؤال الثاني اللي في المرحلة اللي كنا فيها في الثانوي في مدرسة الثانوية المكنن. أيوة. وطبعا للتعبئة ولتأجيج الروح الوطنية في الطلاب وغيره وسائل. أيوة. مختلفة كنا تستخدم. أيوة. يعني ومن ضمنها بالذات العضوية اللي كانت هناك ملتزمة. الملتزمة كان في هناك حاجة اسمها debating society. أوكي. مجتمع المفاكرة أو المناظرة يدوك عنوان معين مناظرة دار بتاع المدرسة طبعا وإنت. أيوة. أنا نفرين كل واحد يعني زي ديبيتي يعني. ديبيتي يعني مناظرة. مناظرة. أيوة. مناظرة. والمناظرات دي من كأمثلة يعني والجداويت. أيوة. اللي طلعت في الميدان يمكن. أيوة. قبلنا وكان قبلنا في الدراسة وسيوم. أيوة. شهيد سيوم جماعة دول اتذكر مرة. أيوة. يعني في المناظرة دي كانوا يتكلموا عن أيام وحدة الإفريقية تكوين وحدة الإفريقية وحدة الإفريقية افتكر 63 وكده تكونها. أيوة. أيام تكوينها يعني. أيوة. أهمية وحدة إفريقيا دول الإفريقية. أيوة. العنوان كان كده. أيوة. دول يقولوا ممكن تحقيق الوحدة بين الدول الإفريقية. أيوة. والآخرين يقولوا من الصعب. أيوة. هنا الجانب بتاعت ناس والجداويت وسيوم يقول الوحدة الإفريقية ما تقدر تتحقق يعني لأنه كل دولة عندها حاجات تطلبها وما يتفقوا وبعدين حتى أبسط مثال لو دايرين يختاروا علم لكل إفريقيا الواحد حيقول لازم اللون بتاعي يخش أحمر أخضر والشعار بتاعي يخش في العلم ده حيقولوا كده ومسألة أكثر من اثنين لون ما ممكن يكون علم يعني ألوان الفكرة الأساسية هنا الاثنين لون معناها شنو؟ العلم الإريتري اللي أنزلوه الإثيوبيين هو اثنين لون يعني. أيوة. قسم الزيتون الأخضر. أيوة. والأرض اللبنية. أيوة. لونين. أيوة. بتاعت إثيوبيا ثلاثة لونه أصفر أخضر أحمر. أحمر. أيوة. معناها بتاعت إثيوبيا كمان. محيط. ده الرفض بتاع أي علام. أيوة. خارج اللونين يعني. طبعا الطلبة التصفيق وشو. بالطريقة دي حتى النشاط اللي يمشي داخل المدرسة. أيوة. كلها كانت الطلبة اللي. أيوة. قلت المنظمين ويجري النشاطات دي كانوا يحولوها لمواد بتاعت التعبئة يعني. دي كانت. وأنا بتذكر مرة شاركت في برضو إعداد مقالة كده إنه الأمم المتحدة مهمة ودورها كبير وكده وأنا كنت في الناس اللي يقولوا أن المتحدة دورها ما ينفع لقيت في كانت في مكتبة لايبراري بتاعت الأمريكان فقط في أسمرة موجودة هناك لقيت كان في مجلة نيوز ويك اسمها. أيوة نيوز ويك. لقيت هناك مقطع يقول ينتقد فيه ماو طبعا أساسينا المرة ذاك ما كانت عضوة في مجلس الأمن. أيوة. ما كان يقول. أيوة. ماو يقول what kind of world organization is it could not prevail against 180 tobacco farmers يعني للروديسيين البيد. أيوة. مية كم ألف هم. أيوة. مستعمرين إفريقيين ملايين يعني. أيوة. والأمم المتحدة المنظمة دي ما قادرة تعمل حاجة يعني. أيوة. ضد زراعة. أيوة. التنباك دول يعني حتى دي زي ما هي جبتها وقلتها في الديبيت. أيوة. أوكي.
لانه نحن عندنا قرايه ضد اليو ان ليه؟ أيوه. القرار اللي اتخذته مجلس الامم المتحده ايوه خرقته اثيوبيا المتحده ما الفكره ما المتحده الفكره ولا حاجة ما قالوا اي حاجه عشان كده ايوه يعني ما تنفع احنا لانه ما حقق يعني ما دافعت لنا أيوه. وهي شايفه اثيوبيا احتلت اريتريا وساكته أيوه. عشان كده دوره ما ينفع أيوه. عشان كده جبت يعني والمهم اللي كان ناظر مستر ابراهام داير يجين من وين جبت المعلومات دي وكاين عشان كده يعني كل واحد على حسب قدرته بالذات اللي كانوا قبلنا ويقودون زي ناس أيوه. يعني في كانوا يلعبوا في دور زي ده دور اكبر يعني للتأثير على الطلاب. هذه القيادات كانت تفكر في المؤسسة الدولية وأخطائها ومواقفها الغير عادلة تجاه القضية الإريترية. نعم. الاتحاد الأفريقي موقف معروف موقف السلبي من القضية، وكان هيري سلاسي يحاول يستغلها. الأمم المتحدة هي التي أجرمت في حق الشعب الإريتري أنه لن ينال حقه وترى المصير، وده كان وعي مسبق منكم في سنة يعني كم وستين 65 يعني من هذا الزمن ومن بهذا الوعي كانت القيادات الحركة الطلابية 64 لأن المجلس الأمن هو اللي اتخذ قرار الفيدرالي أيوة. وقال القرار الفيدرالي ده أيوة. مسؤولة منه اليو إن أيوة. لكن ما عمل أي حاجة. أستاذ عبد الله، الآن أتى دور الشعر. الشعر ماء العين دم القلب ملح الخبز يكتب بالأظافر والخناجر والمحاجر، سأقولها في غرفة التوقيف في الحمام في الإسطبل تحت الصوت تحت القبر. محمود درويش، أين أنت من الشعر؟ والله أنا أحب الشعر ويجذبني الشعر لأنه في أشعار جذابة في العائلة ذاته يذكروا لك فلان قال كده فلان قال كده، بالذات ما يتعلق بالحركة حركة الاستقلال. شعراء كثيرين يعني لما نوع كده، والشعر ده طبعا مؤثر هو بالذات بالساهو داول الحاجات دي، وحبيت الشعر. والمهم عشان نختصر الموضوع، لا ما تختصر في الشعر تقول كلام، في محاولات برضو عن أيوة. كتابة الشعر وكده أيوة. وممكن كمثال انا بدون ترجمه نعم كويس ايوه ساهمت في لما طلعت في الجبهة في إعطاء أشعار بلغة الساهو، كانت فرقة وطنية أيوة. فيها كل يعني القوميات بكل أيوة. اللغات وكده أيوة. ساهمت إعطائهم شعر كده بأنه ثورتنا ثورة وطنية بعنوان ثورة وطنية اللي يقول بالساهو أيوة. طبعا أيوة. لو قلتها ما حتسمعوا منك لا لا حتى لا لا يعني نحب نسمع حتى أذان توفير الوقت أوكي. وتاني معلش أنا حأذكر بعض أوكي يعني. وثم بعده في المراحل الأخرى أيوه. كنت أساهم في مناسبات بتاعة الجبهة والثورة ده أيوه. حسب مقدرتي وكنت أحاول برضو أيضا ما بلغة الساهو بس بالتجرينيا وفي عندي بعض الأبيات قبل التحرير بعد التحرير ايام السجن اذا انا داخل السجن في برضه عندي محاولات كده شعر كده بعربي وبساهو وممكن سامحني يعني اذكر ليك بس بتاعت العربي ده عشان الناس برضه يسمعوا هنا بعنوان رفاق السجن وقلت فيها يا رفاق العذاب والظلام سجون زنزانة بدون شرح مزلمة خلاص بدون شرح يا رفاق العذاب والظلام ويا أفكار المقيدة والأحلام أجذب البعيد وبدل الأحزان إلى إيه يعني إنني أشعر صوت أنني أشعر أنني أشعر يتقلقل قلبي في يتقلقل الفرح في قلبي ويبشرني باليوم الذي سيفرح فيه شعبي السر الذي يبدل مشقات مطاع ويبدد كربي يعني بعض الأبيات اللي اتذكرها هي دي كانت صادقة رفاق السجن وبالتجرينيا نعم وبالتجرينيا لا ما بالتجرينيا لا تتذكر بالتجرينيا أي قصيدة قصايدك بالتجرينيا
والله سايب برضه برضه هنا في بالساهو في السجن بالساهو. أيوة. بالساهو بالعربي بالساهو. yeah. كان في مقطع يقول يعني يا ريت لو ما تشرحه وتقوله لي قوله بالساهو ديتي ورك ديتي وستا عذاب ورك عذاب وستا يكاك تحياك مكتا اي رزفك انت اكلتا يقول مقطع واحد اوكي okay. هذا محاولة تعتقرين هذا ما من الشعوب من الغناء من الأبرار غنى لك أي ده للفرقة الأندية للفرقة الوطنية الوطنية أبرار عثمان. أيوة. الفرقة بيه كاملة غنوها مع حفظوها معنا بالساهو بيه. أيوة. كاملة حافظينها نشيد عبارة عن نشيد يعني. أوكي. أوكي. طيب هل نتوقع كما نتمنى أن هذه الذاكرة المتقدة والتي ما زالت تنافع اللحظات لكي تبوح لنا بما لها من عطاءات وقراءات لهذا التاريخ العريض الذي لم يدون بعد بشكله المتكامل وما زال الشفاهي يضغو على الكتاب وهناك كثير من رفاقك بدأوا يكتبوا، هل نتوقع في يوم من الأيام أن الأستاذ عبد الله يجد الفرصة ونتمنى ذلك أن تكتب كتاب حول هذه التجربة؟ والله إن شاء الله. أنا بالحقيقة قبل كده عندي محاولات كتبت قصة خروجي من السجن وبعنوان قصة خروجي من السجن كسر القيد الإنجليزي أديت عنوان وبعض الحاجات اللي وثقتها موجودة وإن شاء الله عندي نية وإذا مكنتني أحوالي وظروفي إن شاء الله هحاول أوثق بعض الأشياء مهما عندي صعوبات في المسألة ده. أيوة. كان إن شاء الله أتمنى أنكم مهم هو إذا يفيد يعني الله إن شاء الله. السادة الكرام لا أجد إلا اللحظة المناسبة التي أشكر فيها من قدم وأعطى هو ورفاقه وكان أمينا أن يقدم الآخرين قبل أن يقدم نفسه في هذه التجربة دلالة على ذاك الزخم الذي بدأ في الحركة الطلابية بشكل جماعي وبإرادة ذاتية إلى المساهمة عبر هذا التاريخ العميق. نحن أمام قام ومقام قدم فيه جل نضالات تجربته وتجربة تنظيمه وتجربة برامجهم السياسية والتي يعتدون بها كرفاق لكل رفاقهم في هذه الثورة وحيث قدم لنا محطات نجزم أنها كانت صادقة بما قدمه ونتمنى من الآخرين أن يقرؤوها قراءة حصيفة دقيقة تعزز من هذا التأسيس لكتابة التاريخ بشكله الصادق ولن يكون هناك حق من القول إلا من مارسوا هذه التجربة بعطاء دون مزايدة ودون مغالاة وبتضحيات متراكمة. نتمنى منا أن نكون أوفياء لعهدهم كما نطلب من الآخرين أن يساهموا معنا في تعزيز هذا المسار الذي نأمل منه أن يسجل هذا التاريخ بحصافة وبدقة وبأمانة تضاف إلى تجربة الشعوب التي قدمت قبلنا وبعدنا وما زالت تقدم في عطائها من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بهذا نشكر الأستاذ عبد الله في هذه الرحلة، رحلة ذاكرة في تاريخ الإريتري والتي هي بداية ضمن بدايات أخرى مع رفاق لك ورفيقات في هذه التجربة. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله.